طبعا هذا الأسبوع كتاب المدن المتطرفة مال أشيلي داوسون، وكتاب يتحدث عن تغييرات المناخ وأزمة المناخ وما حدث يعني في السنوات الأخيرة، يعني من حالة يعني ما نسميه يعني انحسار طبعا في ارتفاع درجات الحرارة وفي يعني التغيرات المناخية، ويعني وهذا كتاب مهم جدا يتحدث عن كيف الحضارة أثرت على المناخ، شلون يعني العشوائيات والبناء الحديث وكذا أثر على مستوى يعني تغير الجو في العالم. الكتاب الثاني هو كتاب يوسف زيدان فرقدان، وهو يتحدث عن أزمة ابن سينا واعتقاله، وهو طبعا العنوان اعتقال شيخ الرئيس، رواية جميلة يتحدث عن حياة ابن سينا وعن أزمته مع السلطة وعن اعتقاله. كتاب طبعا يوسف زيدان بارع في هذا المجال. مكتبة متخصصة بالفن، أغلب الزبائن اللي يجوني هم من فنانين وأيضا من طلاب الأكاديمية، يجون هنا يشوفون الكتب اللي هم يرغبوها، كتب كثيرة وعندي كتب نادرة، كتب نادرة أحاول أوفرها كلها للطلاب في سبيل الاستفادة من ناحية العلمية والمادية. أكو كتاب الراحل جواز سليم، الخالد جواز سليم الفنان التشكيلي، مع زوجته لورنا الإنجليزية، واسمه لورنا وسنواتها مع جواز سليم، هو واحد من أهم الكتب اللي مطلوبة عندي، إذا تحب أشوف لك إياه الكتاب مول هذا. هذا كتاب مهم ومفيد من الناحية الفنية والتجارية بالنسبة لي.